لا تقارن بذرتك بثماره. لا تجي الواحد جالس يحطد في مزرعته وانت تقول اوه ما شاء الله عليه حفظ حلو، خلينا نشوف كيف بدا. في عصاميات اسمها بالضبط. يس، وشفت عجبتني كلمتك في البدايه لما قلتي كيف نتكلم من يهم، هي هذه في هي اسمها قاعده ذا خشمه. ذا من ذكاء، خ من خبره، شين من شهره، يا سلام، بعدين ميم من منتج، ألف من استثمار. تعال نشوفي، خلينا ناخذ 4 أو 5 أمثلة لكل واحدة وإيش نوع ذكائها وكيف تدرجت فيه إلى أن أصبحت بليونير. طب أوبرا وينفري على سبيل المثال عندها ذكاء يسموه ذكاء لغوي. تعالي شوفوا بداية أوبرا، شوفي أوبرا تقولي ما شاء الله 3 بليون دولار، حظها حلو. لا، الحظ فرصة أتت لشخص مستعد. كيف بدأت أوبرا؟ مراسلة، تروح لأحياء فقيرة وتقدم، بعدين قدمت أخبار، بعدين قدمت برنامج حواري، بعدين البرنامج الحواري صار باسمها، بعدين صارت تنتج البرنامج الحواري وتبيعه على القناه، بعدين خرجت من القناه بكبرها، سوت اوبرا نتورك وصارت عندها مجلاتها، بعدين دخلت استثمارات، تدخل في استثمارات متعدده. نعم. هذا التسلسل اللي بيقول عليه ذكائها اللغوي. تعالوا شوفي، جبت سيره تايلر سويفت. تايلر سويفت وصلت لمرحله الان يسموها تايلر كويك، يعني ايرث كويك، يعني هزه ارضيه، جمهورها هم ينقزوا في الملعب في 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 نغمه واحده اتقاست على مقياس نفسها. نعم. فهذه الإنسانة كسرت الرقم القياسي في مبيعات التذاكر، وصلت $1 مليار مبيعات التذاكر. عندي لها مثال. تايلر سويفت start investing in your beauty products. You will outsell Chanel, Dior, all of the international brands. ليش؟ هذه ما وصلت. الآن هي جالسة تتكلم ذكاءها نغمي، جلست تتعلم وتشتغل إلين ما صار عندها خبرة، بعد الخبرة صارت شهرة. نعم. بعد الشهرة الآن هي لا زالت تشتغل على خدمة نفسها، بتطلع عشان الناس يدفعوا لها، بتشتغل على الهوية الشخصية، على بصمتها اللي هي اشتغلت عليها وأصبحت ترند أو مرتبطة باسمها، وهذا المهم. بالضبط، وهذا الآن اسمه ذكاء نغمي. بس تايلر سويفت بكرة لو كبرت، لو صار لها زي سيلين ديون مثلا، الله يرفع عنها يا رب ويشفيها، فيعني لو مرضى خلاص ما حد حيصير في دخل. لازم تايلر سويفت تبدأ تدخل في بعمل، صارت هي عندها ذكاء، قلنا نغمي، صار عندها خبرة 5 سنين، كلهم تلاقيهم تخطوا 10 سنوات أو تخطوا 10,000 ساعة.